بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. وكالعادة يا سادة، أخبار حلوة. بداية أحب أشكر إخواننا الكوزينيين على الرسائل الجميلة والدعم المتواصل، والحمد لله وبدعمكم وصلنا 68,000، وقريبا إن شاء الله نحتفل بال100,000 في الجزائر. الجزائر من كام يوم بدأت تبعت دعوات حضور القمة العربية في الجزائر في الفاتح والتاني من نوفمبر 2022 السنة دي إن شاء الله. وكانت أول دولة تسلمت دعوتها هي دولة فلسطين، بعد كده جمهورية مصر العربية، بعد كده الكويت، المغرب، النهاردة موريتانيا وقطر. عنوان حلقتنا واللي لسه طالع حالا سخن طازه من الكوزينه، انه امير قطر بعد ما استلم دعوه الجزائر لحضور القمه العربيه بيؤكد حضوره للقمه العربيه في الجزائر. وفي تفاصيل خبر بيقول لك استقبل امير قطر اليوم الثلاثاء وزير الطاقه والمناجم الجزائري محمد عرقاب بصفته مبعوث من الرئاسه الجزائريه لتسليم امير قطر دعوه رسميه لحضور القمه العربيه في الجزائر. وبيقول لك انه الوزير الجزائري محمد عرقاب سلم الدعوه للامير القطري اللي استضافه في القصر الملكي. أيضا الوزير الجزائري نقل إلى الأمير القطري التحية من الرئاسة الجزائرية، وتطرق إلى الترتيبات اللي عملتها الجزائر لإنجاح القمة العربية، واللي الجزائر بتأمل إن هي تكون محطة فارقة في مسار تعزيز العمل العربي المشترك وتشجيع التوافقات لمجابهة التحديات المتعددة، وخصوصا في الظروف الدولية الراهنة. وقال الوزير الجزائري إن الرئاسة الجزائرية بتطمح إلى مشاركة قطرية فعالة ومساهمة قطر في رص الصف العربي وتعميق قيم التضامن والوحدة العربيين، ده كله عربيا. كما أكد الطرف الجزائري رغبته في تطوير أكبر للعلاقات الثنائية الجزائرية القطرية في كل المجالات، وفي التشاور حول عدة قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، بما يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه في الزيارة الأخيرة للرئيس الجزائري للدوحة في شهر فيفري الماضي. وأبرز البيان أنه الشيخ القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلف الوزير الجزائري بأنه ينقل تحياته إلى الرئاسة والشعب الجزائري، مؤكدا مشاركته في القمة بنفسه، ومجددا التعبير عن الاستعداد التام لدولة قطر للمساهمة بشكل فعال لإنجاح القمة العربية في الجزائر وتحقيق النتائج المتوقعة منها، ومساعدة الجزائر التي تبذل الجهود الحثيثة من أجل لم الشمل العربي في القمة العربية في الجزائر رقم 31. كما أثنى الأمير القطري على مستوى الشراكة اللي وصلت إليه البلدين، معربا عن عزم قطر إعطائها دفعة جديدة وتوسيع الاستثمار في الجزائر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وإلى هنا عزيزي المشاهد الجميل، تبقى انتهت حلقتنا الجميلة دي النهاردة، واللي أتمنى تكون عجبتكم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.